من اليوفنتوس في الشوط الاول، وسيموني زازا يواصل التألق ويرسل كرة جميلة، الله خطيرة، الله فرص بالضبط، جول جول جول. تأخر حامل الراية لكن بعد ذلك أشار إلى مرور الكرة، مرت ولا ما مرت، هدف لليوفنتوس. نعم قلنا انه هو الاخطر وانه هو الافضل، هذه الكرة من سيموني زازا ولاعب لاتسيو السابق، الكرة مرت، اي نعم مرت كامل المحيط، مرت وعدت واستقرت وسجل هدفا، وتقدم اليوفنتوس بهدف عزيز المشاهد، اعتقد انه هدف منطقي، لكن لعبة زازا، لعبة معلم، لعبة زازا اللي مرت وبعد ذلك استقرت في القائمة.